بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 86 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحي الله سادة المستمعين إلى ملتقى طيب من لقاءات برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة تعرض على فضيلة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية. فأرحب بفضيلته في مطلع هذه الحلقة مع السادة المستمعين. حياكم الله وبارك فيكم. شيخ صالح، في بداية هذه الحلقة أطرح رسالة في مجملها طويلة، لكنها قصة تحتاج إلى طرح وإن كان مطول بعض الشيء، من السائل سعيد بعث بها لبرنامج نور على الدرب. يقول: إن لدينا أرضا تسقى على سيول الأمطار على عهد جدي، أي قبل 30 عاما أو أكثر، ولم يكن بتلك الأرض سوى أشجار السدر، وقد كانت هذه الأشجار ذو فائدة كبيرة في ذلك الوقت، فقد كانت فروعها تستخدم في سقف البيوت، وأوراقها في طعم المواشي، وثمرها الذي يسمى الدوم للأكل. وقبل أن يتوفى جدي رحمه الله تعالى أوصى بأحد هذه الأشجار صدقة، وكما ذكرت فقد كانت لهذه الشجرة على عهد جدي فائدة وبعد وفاته لمدة، ولكن تغير الحال اليوم وأصبح الفائدة من هذه الشجرة محدودة جدا. وبعد أن من الله علينا بالخير وله الحمد على ذلك، قمنا بحفر بئر في هذه الأرض، وقمنا بتركيب مضخة، وأصبحنا نزرع هذه الأرض بالحبوب والثمار المختلفة بعد أن قلعنا أشجار سدر، إلا تلك الشجرة التي أوصى بها جدي. فضيلة الشيخ، هل نقوم بقلع هذه الشجرة ونقيس المساحة التي هي واقعة عليها، ونقوم بزرعها بما تزرع به الأرض، ونتصدق بما زرع على هذه المساحة، أو نزرع بدلا منها أشجار البرتقال ونتصدق بالثمر؟ هل يحق لنا أن نأخذ ما زرعناه في هذه المساحة مقابل ما نقوم به من الإشراف وإصلاح الأرض وسقياها؟ ولله الحمد، نحن لسنا بحاجة، ولكن نريد الإيضاح. جزاكم الله كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. فإن وصية الميت إذا كانت كما ذكر السائل على جهة بر، يجب حفظها وتنفيذها كما ذكر الموصي ما دام يستفاد منها. أما إذا أصبحت لا يستفاد منها، فإن الواجب مراجعة المحكمة الشرعية للنظر في موضوعها، لأن الأوقاف والنظر فيها يرجع فيه إلى المحاكم الشرعية. فارجعوا إلى المحكمة الشرعية في بلدكم، والقاضي إن شاء الله سينظر فيما هو الأصلح. نعم. شيخ صالح، الواقع فيما يتعلق بالوقف، إذا تغيرت المنفعة من هذا الوقف، فما الحل في مثل هذه الحالة؟ إذا تعطلت منافع الوقف كما ذكر الفقهاء، فإنه يباع ويصرف ثمنه في مثله. هذه القاعدة الشرعية. نعم. إذا تعطلت منافع الوقف فإنه يباع وتصرف قيمته في مثله، ولكن تطبيق هذه القاعدة إنما يتم على يد القاضي. نعم. للنظر في الواقع وهل تنطبق عليه هذه القاعدة ولا تنطبق. نعم. ننتقل بعد هذا إلى رسالة من هاتور فراج محمد. يقول: أعمل في المملكة وأنا من بلاد مصر، أسأل سؤال. يقول: هل عين الطلاق قاصرة على السماع للزوجة أم في عدم وجودها، وأنا في غير البلد، أي في بلد آخر كالسعودية؟ الطلاق حق للزوج يستعمله عند الحاجة إليه، ولا علاقة للزوجة به. فإذا طلق الزوج طلاق السنة، يعني يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، فإن الطلاق يقع، ولا يشترط سماع الزوجة له، لأنه حق للزوج في أي مكان صدر منه، سواء في بلده أو خارج بلده، في حضور الزوجة أو مع عدم حضورها، فإن الطلاق ينفذ، أنه حق للزوج يتصرف بإيقاعه حسب الوجه المشروع. نعم. نعم.
رسالة من واحدة من المستمعات تقول: قالت لي والدتي إذا تركت صلاة الفجر فلن يقبل الله سبحانه وتعالى منك الصلاة المتبقية، ثم إن والدتي تقول أو تراني أصلي قبل الظهر صلاة الفجر فتقول: لا تقبل هذه الصلاة ولا تقبل صلاتك أبدا. أريد الجواب. نعم، يجب أداء الصلاة في مواقيتها، فالفجر يجب أن تؤدى في وقت صلاة الفجر، والظهر تؤدى في وقت صلاة الظهر، وهكذا بقية الأوقات تؤدى في أوقاتها التي شرعها الله تعالى فيها. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضا في الأوقات المعينة، ولا يجوز أن يتعمد المسلم تأخير الصلاة عن وقتها فيصلي الفجر بعد أن تطلع الشمس أو الظهر بعد أن يدخل وقت العصر وهكذا، فإن فعل ذلك متعمدا لم تصح صلاته ولا تقبل منه. فما ذكرته والدتك هي على صواب فيه، إذا كنت تؤخرين صلاة الفجر من غير عذر حتى يخرج وقتها فإنها غير مقولة عند الله سبحانه وتعالى. قال بعض الصحابة، أظنه عمر رضي الله عنه: إن لله عبادة في الليل لا يقبلها في النهار، وله عبادة في النهار لا يقبلها في الليل، وكل فريضة تؤدى في وقتها الذي شرعها الله تعالى فيه، وإن أخرها متعمدا فإنه يكون مضيعا لها. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، وإضاعة الصلاة تأخيرها عن وقتها. وقال صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. في حديث آخر: كأنما وتر أهله وماله، يعني كأنما خسر أهله وماله. ومعنى فاتته صلاة العصر يعني فات وقتها. الخطر في هذا شديد، والواجب على المسلم أن يحافظ على الصلوات في مواقيتها ويؤديها كما أمره الله سبحانه، كما أمره الله تعالى بأدائها، ولا يتصرف فيها بحسب هواه أو رغبته ويقول: أنا أصلي على حسب رغبتي ومزاجي، بل هذا راجع إلى أمر الله سبحانه وتعالى، وإلا لم يكن عابدا لربه بما شرع. الواجب أن المسلم يعبد الله بما شرع، لا بما يريده هو ويرضاه هو، بل بما يرضاه الله ويشرعه الله سبحانه وتعالى. نعم. لكن عبارة لا يقبل الله منك هذه الصلاة أو إطلاق هذه العبارات بالقبول والمغفرة والرحمة من قبل الناس تجاه إخوان المسلمين، نعم، هذا مأخوذ من الحديث ومن الآية: خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، من قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. نعم. والسهو عن الصلاة تأخيرها عن وقتها، وقد توعد الله عليه بالويل. في الحديث الآخر: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها أو استيقظ، لا كفارة لها إلا ذلك. فمعناه أن تأخير الصلاة متعمدا أنه ذنب عظيم ليس له كفارة إلا التوبة. نعم. إلا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والمحافظة على الصلاة في مواقيتها. فقولها لا يقبل الله منك هذه الصلاة لأنها أخرتها عن وقتها وضيعتها. نعم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة من ديما مهدي أحمد، يقول: أرجو تفسير قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهذه الآية ساقها الله سبحانه وتعالى للاعتبار في خلقه سبحانه وتعالى، في خلق الليل والنهار. فالظل الذي هو ظل الليل يتبع طلوع الشمس وغروب الشمس، فإذا غربت الشمس امتد الظل، وإذا طلعت الشمس انقبض الظل. وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، ولو شاء لحبس الشمس وبقي الناس في ليل دامس، أو طلعت الشمس دائما وأصبحوا في نهار دائم، كما قال تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في هذا الكون، وهو المحرك له والمدبر له، ولو شاء لعطله فتعطلت منافع العالم مصالح العباد. نعم. هذه جزئية من رسالة، وسنعود إن شاء الله إلى جزئية أخرى للأخ الكريم ديما مهدي محمد.
أما هذا السائل وقد رمز لاسمه بميم عين ألف فيقول: إن لي أبناء أخت أيتام يعيشون معنا ونحن نحب أن ينشأوا مؤدبين، هل نعاملهم كما نؤدب أبناءنا مع العلم أن التربية أحيانا تحتاج للضرب والتخويف إن لم ينفع أسلوب الترغيب، فنحن لا نحب إبكاءهم لكن قد نضطر لذلك، أفتونا في ذلك مأجورين. أنتم محسنون في تربية هؤلاء الأيتام ولكم في ذلك الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى، وعليكم بالرفق بهم مهما أمكن ذلك، وإذا احتاجوا إلى تأديب على ما لا يليق فإنه يكون التأديب بقدر الحاجة ولا يزيد على الحاجة، التأديب الذي يكون بقدر الحاجة هذا لا لكم فيه الأجر من الله سبحانه وتعالى، ولأنه لا يضر الأيتام وإنما ينفعهم في مستقبلهم. أما التأديب الزائد عن قدر الحاجة فهذا لا يجوز، لا في حق أولادكم ولا في حق غيرهم من الأيتام الذين تتولون شؤونهم. الواجب الاعتدال، الاعتدال التأديب بقدر الحاجة وما تدعو إليه الضرورة، فلا تتركوهم مهملين يسيئون الأدب وينشؤون على الأخلاق السيئة، ولا تسرفوا في التأديب فتخوفوهم أو تعملوا معهم ما يسيء إليهم. السؤال الثاني في أيضا في هذه الرسالة من الأخ الكريم يقول: أرجو من فضيلة الدكتور صالح توضيح سجود السهو في حالة الشك في عدد الركعات زيادة أو نقصان. إذا شك المصلي في عدد الركعات فإنه يبني على اليقين وهو الأقل، فإذا شك هل صلى ركعتين أو ثلاثا فإنه يجعلها ركعتين، وإذا شك هل صلى ركعتين أو واحدة يجعلها واحدة، وهكذا. ثم يسجد للسهو، يسجد للسهو قبل السلام أو بعده، السجود قبل السلام أو بعده كلاهما جائز، المهم أنه يجب عليه السجود للسهو في هذه الحالة، ويبني على الاحتياط وهو الأقل كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن الأصل عدم الزيادة. هو كأنه شيخ صالح أيضا في هذا السؤال يتبادر إلى ذهنه ما يتناقله الناس من أن السجود قبل السلام أو بعد السلام، فيريد التوضيح في هذه المسألة. السجود إذا كان عن زيادة في الصلاة فإنه يكون بعد السلام، كما لو صلى ركعة زائدة أو سلم قبل إتمامها ثم تنبه وأكملها فإنه يكون السجود بعد السلام، لأنه يكون ترغيما للشيطان في هذه الحالة. أما إذا كان السجود عن نقص في الصلاة، لأن ترك واجبا من واجبات الصلاة، كأن ترك قول سبحان ربي العظيم في الركوع، أو قول سمع الله لمن حمده، أو قول سبحان ربي الأعلى في السجود، فإذا كان السجود عن نقص في الصلاة أو ترك التشهد الأول مثلا فإنه يكون قبل السلام، لأنه في هذه الحالة يكون جبرانا للصلاة. وكذلك الحالة الثالثة إذا كان السجود عن شك في الصلاة كما مر، فإن الأفضل أن يكون بعد السلام، وإذا سجد قبل السلام فلا بأس. إنما موطنه قبل السلام أو بعد السلام سيان في مثل الحالة الثالثة يا شيخ. لا ليس سيان، بعد السلام أفضل. أفضل. نعم. أيضا من جزئيات السؤال أو الرسالة التي بعث بها من رمز لاسمه بميم عين ألف يقول: هل يقول متعوذ من الشيطان الرجيم في الصلاة: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك أن يحضرون، وينفث عن يساره كل مرة منفردة، أم يتعوذ ثلاثا ثم ينفث بعد ذلك ثلاث، أفتونا مأجورين. نعم. يقول: هل يقول متعوذ من الشيطان الرجيم في الصلاة عند قراءة الفاتحة يبدو: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وينفث عن يساره كل مرة منفردة، أم يتعوذ ثلاثا ثم ينفل بعد ذلك ثلاث تفلات، أفتونا مأجورين. والذي ورد بعد الاستفتاح أنه يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بهذه الصيغة، ولا ينفث لا عن يساره ولا في أي مكان، وإنما يستعيذ بالله بالصيغة التي وردت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما هي النجاسات التي تعلق بالثياب؟ هذه النجاسات فضيلة الشيخ هل تبطل الصلاة؟ وهل المياه المتطايرة على الملابس من دورات المياه وأماكن الوضوء تعتبر مبطلة للصلاة؟ النجاسة إذا أصابت الثوب من بول أو غائط أو دم نجس فإنه يجب إزالتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن دم الحيض يصيب الثوب قال صلى الله عليه وسلم: تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه،
قال تعالى وثيابك فطهر. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن في خفيه أو في نعليه نجاسة خلعهما وهو يصلي، مما يدل على أن الملابس في الصلاة يجب أن تكون طاهرة من النجاسة. فإذا صلى الإنسان وفي ثوبه نجاسة وهو يعلم بها لكنه تساهل وتركها فإن صلاته لا تصح، لأن من شروط الصلاة اجتناب النجاسة في بدنه وفي ثوبه وفي بقعته. أما إذا صلى بنجاسة في ثوبه لا يدري عنها فإن صلاته صحيحة لأنه معذور بالجهل، لكن يغسلها للمستقبل. وأما المياه التي تتطاير من دورات المياه ومحلات الوضوء فهذه ليست نجسة، المياه ليست نجسة. وأما النجس كالبول أو الغائط هذا هو الذي يجب التحرز منه، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسباب عذاب القبر عدم التحرز من البول. قد مر صلى الله عليه وسلم بقبرين يعذبان، قال إنهما لا يعذبان، ما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يحترس من بوله أو لا يحترز من بوله. فالأمر في هذا فيه خطورة، واجب على الإنسان أن يتحرز من النجاسة مهما أمكنه ذلك. أما المياه التي في الغسيل في محل الوضوء محل الاستنجاء فالأصل فيها الطهارة والحمد لله، لكن إذا أزالها من باب الاحتياط فهو أحسن. نعم شيخ صالح، فيه هنا أيضا سؤال يتعلق بالحجاب الشرعي، يقول لي أخت لا تلبس الحجاب الشرعي عندما تخرج من المنزل، نصحتها كثيرا أكثر من مرة ولكن لم تستجب لنصحي، فماذا أفعل تجاهها؟ هل أساكنها؟ هل أتحدث معها؟ هل فماذا أفعل؟ الواجب عليك إلزامها بالحجاب لأنك وليها. الله تعالى يقول الرجال قوامون على النساء ما فضل الله بعضهم على بعض، فما دامت أنها أختك فأنت ولي لها، يجب عليك أن تلزمها بالحجاب وأن تؤدبها على ذلك حتى تلتزم بالحجاب. نعم شيخ صالح، فيما يتعلق بموضوع أيضا لنا عودة معه هو حديث لرسالة الأخ الكريم ديما مهدي محمد، في هذه الرسالة يقول أرجو أن تدلوني هل هناك أثر أم حديث على أن كثرة الضحك تميت القلب؟ نعم، فيما أعلم أن هذا أثر وارد ويشبه أن يكون حديثا، والله أعلم. وكثرة الضحك لا شك أنها تميت القلب أو أنها تغفل القلب عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكثر من الضحك، وإنما غاية ما يضحك التبسم، غاية ما وأوسع وأكثر ما يضحك عليه الصلاة والسلام أنه كان يتبسم حتى تبدو نواجذه عليه الصلاة والسلام. أما الضحك الكثير والضحك المبالغ فيه بصوت مرتفع وغير ذلك مما يفعله السفهاء فهذا يؤثر لا شك على القلب ويسفه الإنسان. نعم. من المستمع أحمد شاع الدين علي من السودان، يقول مقيم في القضارف أو الطارق، لدي بعض الأسئلة وسأختصر أيضا لضيق الوقت المتبقي في هذه الحلقة. يقول بعض الناس عندما يقوم لأداء الوتر يقول ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، هل هذا صحيح أم لا؟ التزامه عند القيام للوتر دائما هذا بدعة، أما أن يقوله الإنسان بعض الأحيان إذا كان محتاجا للذرية، إذا كان لا ينجب ودعا بهذا الدعاء فهذا من الأدعية الطيبة من دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيدعو به في صلاته أو خارج الصلاة أو في الوتر أو في غيره. أما أن يلتزمه عند القيام للوتر دائما فهذا يعتبر من الابتداع في الدعاء. نعم. ومن ضمن أسئلة الأخ أحمد شاع الدين أيضا سؤال يقول فيه هل يصح أن يخطب أحد أو يخطب أحد يوم الجمعة ويصلي شخص آخر؟ لا بأس بذلك، لا سيما عند الحاجة إذا كان الذي يصلي لا يستطيع إلقاء الخطبة وفيه من هو أقوى منه على إلقاء الخطبة، فلا بأس أن يخطب شخص وأن يصلي الجمعة شخص آخر. نعم. وإن كان الأولى والأحسن أن من يتولى الخطبة يتولى الصلاة، هذا هو الأولى وهو الأصل، لكن عند الحاجة لا بأس بما ذكره السائل. نعم.
ولو قدم الخطيب شخصا آخر تكريما له ليصلي بالناس أيضا. لا بأس بذلك إذا كان المقدم تتوفر فيه شروط الإمامة فلا بأس أن يقدمه، لا سيما إذا كان يأتي بفائدة للحاضرين، إذا كان يأتي بفائدة للحاضرين. نعم. أيضا من ضمن هذه الرسالة التي بعث بها الأخ أحمد يقول: إذا أدرك من يقصر الصلاة الإمام الذي يتم الصلاة في الجلوس الأخير، هل يتم أم يصلي ركعتين فقط؟ إذا دخل المسافر مع إمام يتم الصلاة فإنه يلزمه الإتمام تبعا لإمامه، ولو دخل معه في آخر الصلاة ولو دخل قبل السلام فإنه يلزمه الإتمام تبعا لإمامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي يقتدى به. ومن جملة الاقتداء أن المسافر إذا صلى خلف مقيم أنه يتم الصلاة ولا يجوز له القصر في هذه الحالة. هذه الحالة من الحالات التي يلزم المسافر فيها الإتمام. نعم. في مسائل الإمامة لنا عودة إن شاء الله مع فضيلة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان في حلقاتنا المقبلة، ونرجو من المستمعين الذين يبعثون برسائلهم لبرنامج نور على الدرب أن تكون الخطوط واضحة وأن يختصر في السؤال المهم الذي يهم ذلك الشخص أو هذا. ولذلك ما بعث به أحمد شاع الدين علي هي مجموعة من الرسائل والأسئلة تصل في مجموعها إلى حوالي 25 سؤالا. قدمنا ما تيسر في هذه الحلقة، ولنا بإذن الله سبحانه وتعالى عودة أخرى إلى بقية هذه الأسئلة حسب ما تيسر به وقت برنامج نور على الدرب. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يجزي فضيلة الدكتور كل خير، وأن نلتقي به إن شاء الله في حلقاتنا القادمة. شكرا لفضيلتكم.